بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اعرف دينك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عنه الغافلون. حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى بعنوان الظلم وعاقبة الظالمين. الظلم خلق ذميم وذنب عظيم ووصف لئيم. الظلم يحلق الدين ويأكل الحسنات. قال الله تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقال عز من قائل: إنه لا يفلح الظالمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصره إن كان مظلوما، فكيف أنصره إن كان ظالما؟ قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال: أن تحجزه، أي تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. جاء رجل إلى الصحابي الجليل سيدنا معاذ ابن جبل فقال له: علمني. قال سيدنا معاذ لهذا الرجل: وهل أنت مطيعي؟ هتسمع كلامي؟ قال الرجل: إني على طاعتك لحريص. قال الصحابي الجليل سيدنا معاذ بن جبل للرجل: يا هذا، صم وأفطر واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. إنه كلام من ذهب من فم أحد صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: صم وأفطر واكتسب ولا تأثم ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. عن أبي الدرداء قال: إياك ودعوة المظلوم ودعوة اليتيم، فإنهما تسريان في جوف الليل والناس نيام. يقول الإمام يزيد ابن حكيم، انتبهوا معي لما قاله هذا الإمام الجليل، يقول الإمام يزيد ابن حكيم: ما هبت رجلا قط إلا هيبتي من رجل أنه ليس له ناصر إلا الله، يقول لي: حسبي الله بيني وبينك. ما هبت رجلا قط، أي
ما خفت رجلا قط إلا خوفي من رجل ظلمته، وأنا أعلم أنه ليس له ناصر إلا الله عز وجل، يقول لي حسبي الله بيني وبينك. ونختم مع قصة رائعة روى الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، قصة عجيبة لرجل كان جبارا وكان يعمل مع الظلمة. كان هذا الجبار الظالم معه جنود ويمشي بجانب الساحل، أي بجانب البحر، فرأى رجل صياد فقير قد اصطاد لتوه سمكة كبيرة عظيمة، فذهب هذا الجبار الظالم إلى هذا الرجل الصياد الفقير فقال له أعطني السمكة. قال الصياد والله لا أعطيك إياها أبدا، إنها قوتي ورزق أولادي. قال الجبار الظالم أعطني السمكة. قال والله لا أعطيك إياها أبدا. فأخذ الجبار الظالم السمكة عنوة وغصبا من هذا الصياد الفقير، ثم دفعه وركله بقدمه، ثم انطلق. وهو يمشي ومعه السمكة، إذ بقدرة الله عز وجل السمكة تفتح فاها وتعض على إبهام هذا الجبار الظالم. لما وصل إلى منزله أحس بألم شديد في الإبهام، فاشتكى الطبيب. فقال الطبيب هذه بداية الآكلة، لا بد أن نقطع الإبهام حتى لا يسري المرض في باقي الكف. فقطع الإبهام، وبعد أيام شعر هذا الجبار الظالم بألم شديد في كفه، فاشتكى الطبيب. فقال الطبيب لابد أن نقطع الكف حتى لا ينتشر المرض في باقي الساعد. فقطع الكف، وبعد أيام قليلة أحس هذا الجبار الظالم بألم شديد في ساعده، فقال الطبيب لابد أن نقطع الساعد حتى لا ينتشر المرض في باقي الذراع إلى أعلى الكتف. فقطع الساعد، وبعد أيام قليلة شعر هذا الجبار الظالم بألم في أعلى الكتف، فقال الطبيب لابد أن نقطع من أعلى الكتف حتى لا ينتشر المرض في جسدك كله. كان رجل يقف بجانب الطبيب، قال لهذا الجبار الظالم ما قصتك رحمك الله؟ إن الرجل سيموت، كل يوم يقطع من جسده قطعة. فقال هذا الجبار الظالم إني جبار ظالم، كنت أعمل مع الظلمة. وحكى له ما قصصناه منذ قليل. فقال هذا الرجل للجبار الظالم اذهب وابحث عن هذا الصياد وتحلل منه لعله أن يعفو عنك ويسامحك. فكان هذا الرجل الجبار الظالم يمشي في الأرض ويهيم على وجهه وهو يقول من رآني فلا يظلمن أحدا، من رآني فلا يظلمن أحدا، من رآني فلا يظلمن أحدا. من كان يعرف الجبار الظالم اليوم بعد شهر أو شهرين لم يكد يعرفه مما نزل به من البلاء. وصل هذا الجبار الظالم إلى الرجل الصياد فقال له بعدما انكب تحت قدميه،
قال له: أسألك بالله يا سيدي أن تسامحني وتحلني من هذا الذنب. قال الصياد: ومن تكون أنت؟ قال الجبار الظالم: هل تذكر الجبار الظالم الذي أخذ منك السمكة عنوة وغصبا؟ أنا الجبار الظالم. فبكى الصياد مما نزل به من البلاء وقال: عفوت عنك وسامحتك لوجه الله تعالى. قال الجبار الظالم في المرة الثانية: سألتك بالله يا سيدي هل قلت في شيء عندما أخذت منك السمكة عنوة وغصبا؟ قال: نعم، رفعت يدي إلى السماء وقلت: يا رب، اللهم إن هذا الجبار الظالم قد أراني قوته في ضعفي، فاللهم أرني قوتك فيه. إنه الجبار العلي الحكيم ينتقم للمظلومين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعوذ بالله تعالى من الظلم ومن الظالمين. فكان هذا الرجل الجبار الظالم يمشي في الأسواق وينادي: من رآني فلا يظلمن أحدا، من رآني فلا يظلمن أحدا. إنه الله القوي العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.